السلام عليكم اخوان، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. والاخوان فوالا اثبت تجد فيديو جديد الاخوان، القوانين الاحصائيه تزوجات وداك الشيء. مرحبا بكم الاخوان. واخ دقيقه، اجي نقول لك اخوي الزين اختي الخايبه، شوف كنت في السواق بيوف العربيه، غادي يكونوا فيديوهات ديال القوانين الاحصائيه للواسطه شي سيك بوحدهم، وفيديوهات ديال العربيه بوحدهم، يعني غنسبق العربيه وغادي نلوح من وراهم ديال البيوف ان شاء الله. يلا تبه معايا الناس ديال العربيه، غنبداو سياده تامه. شوف تزوجات تقبيه، واخا تكون بلو غتفهم شي حاجه سميتها التزوجات من الاول حتى الاخر، كيف ما كنت غتولي غير تلعب اي تزوج ديال بسم الله. مرحبا الاخوان. واخا اول حاجه قبل ما نبدا هذا الفيديو الاخوان، بغيك اول حاجه دير تحط حداك ورقه وسيلو، الفرد ما بقى ليه والو، كتبريباري الوطنيه نجمع راسك خويا، هاد الفيديوهات غيبقاو عندك ديما. مزيان، اول حاجه اخوان غادي نلطيك في شي حاجه سميتها التزوجات، واخا تكون عمرك ما مشيتي للقسم نهائيا، عندك الفرد غدا غتفهم اليوم الاخوان. يلا اجي تبع معايا، نبداو بالسياده التامه. تزوج اول، تبع معايا اخويا الزين واختي الخايبه، اولى اختي الخايبه واخويا الزين، فحال فحال ضحكين الاخوان. تزوج اول، تم تزوج بين فئران سوداء عزية وفئران بيضاء. شوف اول حاجة كدير في التزوجات، وديما ديما اداة راحة، ديما غنبقى نقول لك هاد الكلمة، ديما خويا دير نتائج تجريبية، غتجي هنا غدير النتائج التجريبية، ديرهم في ورقة الوثائق، ديرهم في ورقة التحرير، مهم ما غتاخد عليهم حتى نقطة، مهم هي باش تعرف راسك فين هو غادي، البلون ديالك اللي غتحط. النتائج التجريبية غدوي تو راسك، شنو غتقول؟ رضا، شكون اللي زوجنا مع من؟ رضا، شوف زوجنا فئران سوداء، مزيان، رضا شوف زوجنا فئران سوداء، مع من زوجناهم رضا؟ فاطمة، أمل، خديجة، مريم، نهيلة، مع من زوجتيهم؟ فئران سوداء، مع من زوجناهم؟ زوجناهم مع فئران بيضاء رضا، هاي فئران بيضاء، مزيان، رضا، واش تزوجوا باش يزهاو؟ ألا، تزوجوا باش يولدوا الولاد، لبعالك، اف ان الاخوان الجيل الاول هو اف ان، يعني اف ان هو الخلف، عقل معايا انتم غادي نشرح لك، اف ان هو الخلف، اف ان رايدا كيفاش تزيد؟ اف ان جيلا اولا كلهم، اكد لي يا خويا الزين على كلهم، اختي الزوينه اكد لي على كلهم، كلهم خرجوا في فئران سوداء، كلهم خرجوا في فئران عزيه سوداء الاخوان، مزيان، شوف غتشوف فئران سوداء غنقولو لها بارون ان، وفئران بيضاء بارون دو، ولدوا لينا فئران سوداء كلهم كتعني لينا هي 100%، كلهم هي 100%، مزيان، انا باقي يلا كنقاد في النتائج التجريبيه، كلهم كتعني لينا هي 100%، شوف قول لي اف ان لمن كيشبه؟ واش كيشبه بارون ان ولا بارون دو؟ الاسئله ديال دوره الاخوان، اف ان كيشبه لينا البارون ان، داكشي اللي كيبان لينا في اف ان الاخوان كنرمزو ليه بحرف كبير، وحرف كبير كنقولو ليه في التزوجات اول انفورماسيون، يعني هو السائد، السائد كنرمز ليه بحرف كبير ا كبيره، مزيان، يعني فئران سوداء هي اللي بانت لينا في اف ان غادي نرمز ليها بان كبيره، نوار عزيه الاخوان سوداء، يعني بارون ان ان كبيره. وشنو اللي ما بانش لينا في اف ان؟ فئران بيضاء ما بانتش لينا في اف ان ياك الاخوان، داكشي اللي ما كيبانش لينا في اف ان كنقولوا ليه هو المتنحي، وكنرمزوا ليه بحروف صغار، يعني بيضاء هي بي صغيره بلونش، فئران بيضاء بي صغيره كنسميوه متنحي، كنرمزوا ليه حرف صغير. دابا الاخوان يلا قاديت الشيما، ماشي شيما، قاديت البلان ديالي باش نعرف راسي فين هو غادي. يلا الاخوان كلشي دير النتائج التجريبيه وتبع معاه، غندوزو لدابا اهم خطوه اللي هي التحليل، التحليل، وشوف
هاد الفيديو راه يكون طويل شويه حتى هذا هو اول فيديو، وخاصني نعطيك بزاف ديال لي زانفورماسيون. من بعد لي زانفورماسيون بقاو غير تعاودوهم نفسهم صافي، يعني ما تملش ما تعياش ليا اخويا. صيفط لك كوكو بيبي جليسي لي كومونتير وشبه معاه. يلا اجمعي دابا التحليل الاخوان اللي هو خطوه مهمه. التحليل كدوي انت وراسك رضا، شوف شحال كنقراو من صيفه، شحال كنقراو من صيفه لهنايا، كنقراو صيفه واحده. شنو هي اللون ديال الفئران؟ واش فئران عزيه يعني سوداء ولا بيضاء؟ يعني كنقراو صيفه واحده. القاعده كتقول الا كنتي كتقرا صيفه واحده يعني راه هجونه احاديه، صيفه واحده هجونه احاديه. هادشي اللي قلتو بالدارجه غنكتبو، يعني غنقول لهم ندرس انتقال صيفة واحدة، إذن الأمر يتعلق بهجونة أحادية. يلا أجمعي نكمل هادشي. فوالا أجمعي نكملوا التحليل الإخوان. قلنا صيفة واحدة هجونة أحادية. العارضة الثانية كندوي على الولاد اف ان. لاحظ ديك تبع معايا دابا في الشرح، اف ان كاين وكاين، اف ان كاين وكاين، كاين يا اما متجانس يا اما غير متجانس. رضا امتى كيكون اف ان متجانس؟ كيكون اف ان متجانس الى شفتي يا اما كلهم ولا 100%. غير تبان لك كلهم ولا 100% كتب غمض عينك كتب متجانس. قلت لك قبيل اكد لي على كلهم، يعني كلهم 100% اف ا متجانس. سالينا اف ا متجانس مزيان. تحقق القانون الاول لمانديل، كيفاش رايد القانون الاول لمانديل ولا القانون الثاني الثالث كيفاش؟ واخا اخوان الدرس سميتو القوانين الاحصائيه، يعني كنقراو ثلاثة القوانين الإخوان، القانون الأول لمانديل، القانون الثاني لمانديل، والقانون الثالث لمانديل. غادي نبداو غير بالقانون الأول لمانديل. أشنو كيقول رايد القانون الأول لمانديل؟ القانون الأول لمانديل، سير يا مانديل أنا دعيتك الله. القانون الأول لمانديل كيقول إذا كان، ولا كيقول مثلا إف أ متجانس، الآباء من سلالة نقية. أف أ متجانس آباء من سلالة نقية. رضا واش كاين سلالة نقية وسلالة مسخة؟ إلا العلم. لا الإخوان، كاين سلالة نقية الضد ديالها هي سلالة هجينة. مزيان أف أ رضا متجانس فهمناها، منيش بان لينا كلهم ولا 100%. وسلالة نقية كيفاش كتكون رضا؟ غنجيك من الآخر وغادي نقول لك سلالة نقية ديما من غنوصل لواحد الحاجة غير تسمع سلالة نقية نكتبها لك بالدارجة. الحرف للفوق كيشبه التحتاني، الحرف للفوق كيشبه التحتاني. عندك اغ دير اغ على اغ، عندك بي دير بي على بي، وغادا الاخوان متفقين الحرف للفوق كيشبه للتحتاني. صافي مزيان هادي اللي كتعني لينا سلالة نقية. باللغة ديال العلوم يعني متشابه الاقتران، هذا هو الاقتران، متشابهين في الاقتران. صافي انا جيتك من الاخر، انا راحتك كتهمني، خاصني نبسط لك بكل شيء. يلا اجمعين نفهموا سيادة تامة. سيادة تامة يعني شكون اللي مسيطر لينا في اف ا؟ واش بارون ا ولا بارون دو؟ بارون ا هو اللي مسيطر لينا الاخوان في اف ا، يعني هو اللي دير لينا السيادة في اف ا، يعني سيادة تامة. بغيتي تبان خاطر وتفرقع على الاستاذ وتحيي الشك، شوية الشك اللي عندك شنو تقولي؟ سيادة تامة ديال بارون ا. علاش؟ نظرا لظهور صفة أحد الآباء، مني كتظهر لنا صفة أحد الآباء يعني سيادة تامة، سيادة تامة نظرا لظهور صفة أحد الآباء، ظهرت لنا الصفة ديال أحد الآباء. صافي دابا هاد الفئران السوداء الحرف ديالهم كيفاش داير؟ كبير ياك، يعني سائد.
هادشي اللي غنقول لهم. الحليل مسؤول عن الفئران السوداء سائد، ونرمز له بغروند ان بحرف كبير. والحليل مسؤول عن الفئران البيضاء متنحي، ونرمز له ببي صغير. متفقين؟ الحليل مسؤول عن الفئران البيضاء متنحي، ونرمز له ببي صغير. هذا هو التحليل. رايدا التحليل واش غنحفظوه؟ غادي تحفظ بوحدو بوحدو، مع قوة التمارين بوحدو غادي تحفظ. ولكن خدم معايا التمارين، سواء كنتي معايا في العرض سواء ماشي في العرض، خدم التمارين اخويا باش التحليل تحفظ بوحدو. صافي يلا اجي معايا دابا اهم حاجة. يلا فوالا الاخوان، دابا غندوزو للتفسير الصبغي للتزاوج الاول. شوف غنبدا غير ننقل، حتى الشيما اللي قاديت فيها كلشي، غنخدم عقلي غير شويه، غنبدا داوي انا وراسي. رضا شكون اللي زوج؟ زوج بارون ا مع بارون دو. زوج بارون ا مع بارون دو. رضا شكون هو بارون ا؟ بارون ا هو اللي بين المعقوفات المجال ان. ها هي ان، خويا الزين، اختي الزوينه، الله يرضى عليك. الكبير خليه كبير، حرف كبير خليه كبير، الصغير خليه صغير. وقاد الحروف يعني ان كبيره، وبارون دو هي بي صغيره. مزيان، انا غير كنقول ها هي بارون دو هي بي صغير. كنجي النمط الولايتي كندير هاد جوج شرطات، وكنت سريح مع انت ضربت واحد المشهود كبير، كنت سريح. مزيان اسخيفه. شوف وهداك الشي اللي بلا بلا غترجعيه رموز. اشنو قلنا؟ قلنا رضا سلالة نقية، قلنا سلالة نقية. مزيان، وسلالة نقية شنو كتعني رضا؟ رضا سلالة نقية متشابه الاقتران، يعني الحرف اللي الفوق كيشبه التحتاني، يعني ان على ان وبي على بي. ابيبي مزيان، با على با و ان على ان. مزيان، واخ غتجي الامشاج غدير فحال هكا. وحنا الاخوان علاش درتي با على با ومديش ان على با؟ رضا حيت السلاله نقيه، سلاله نقيه متشابه الاقتران، الحرف اللي الفوق يشبه التحتاني، الحرف اللي الفوق كيشبه التحتاني. صافي كنجيو الامشاج، وحنا واعرين في الماتش الاخوان. واحد على واحد، جوج لا واحد، رضا واحد على واحد. واحد ان على ان، ان و بي على بي، بي. مزيان، بي على بي، بي. غادي نتجمعو كيف ما كنقول التلاميذ ديال السونتر، كنضحك معاهم بهاد اللقطه الاخوان والناس ديال لي لايف، ديما كندير هادي. ايها الاخوان الناموسيه، علاش الناموسيه؟ حيتاش الاخصاب الاخوان، والاخصاب وحنا عارفين في الاخصاب هو التقاء مشيج ذكري مع مشيج انثوي، يعني هادي غير كنضحكوا بها الاخوان، ما كنرسموهاش، ترسمها زيرو مقدر. يعني اهم حاجه تكتب غير الاخصاب. الاخصاب عطيني حرف كبير، حرف كبير هو ان، وحرف صغير هو بي. بيني وبينك دابا، بيني وبينك، ان على بي شكون اللي ربح؟ ان على بي ربحت لينا ان، حرف كبير هو اللي كيربح. ان على بي ربحت لينا ان، هاد ان اف ان يعني 100%. شوف خويا اختي، يا سبحان الله خلق من الشبه 40، يعني الاخوان هاد الشيء عندك صحيح، هاد الشيء صحيح، يعني هادو نتائج نظريه وهادو نتائج تجريبيه. النتائج النظرية توافق النتائج التجريبية. مشى عند الأستاذ ويقول لك هادشي خطأ الإخوان، بيني وبينكم ضربيه وعندك الحق الإخوان، عندك الأجر. أضحكين الإخوان، تحية الكبيرة قال الأساتذة الإخوان للدولة للدراري اللي ديال ليكوغ، الله ييسر ليكم يا ربي. واخ هاي الإخوان، يعني داكشي صحيح، لقيت أن داكشي هو اللي باغي. دابا غندوزو للتفسير الصبغي للتزاوج الثاني. التزاوج الثاني تم بين اف ان فيما بينهم، الولاد نوضوها ما بيناتهم. شكون الولاد؟ الفيران، ما يمشيش بالكم بعيد، غير الفيران تزاوجوا مع بعضياتهم، ان تزاوجوا مع بعضياتهم. يلا اجي نشوفوا شنو طرا.
دابا التمثيل تبغي تزوج تاني، الا كنت تبلوها الاخوان باش غتبدا؟ غادي تبدا بالاباء المظهر الخارجي، انما طويلات الامشاج حطهم هما الاولين اخوي، متفقين؟ يلا شوف معاه. دابا غنطفي لاباراي. طفيت انت لاباراي؟ ماشي لاباراي ديال الويفي، طفي لاباراي ديال راسك وتبع معايا. غادي نتعلموا النقلو دابا، غادي غير النقلو. شوف شكون اللي زوجنا في التفسير تبغي التزاوج الثاني؟ زوجنا رضا اف ان في اف ان، مزيان. زوجنا اف ان في اف ان، شكون هو اف ان؟ ها هو اف ان الاخوان، يعني بارون ان بارون دو تزوجو باش يولدوا لنا اف ان. ها هو اف ان، ها هو المظهر الخارجي، يعني زوجنا ان مع ان. كندير النمط الوراثي وكنتسنى التراح ارتاح، مزيان. درنا اف ا، فين هو النمط الوراثي يا رضا؟ ها هو خويا النمط الوراثي، كلشي حداك. غادي غير تنقل ها هو النمط الوراثي، غادي لي كوبي كولي ان على بي، غتجي غتحطها هنا. ها هي خويا ان على بي، ان على بي. بالنسبه للناس ولا هذيك اختي فاتشي اللي كانت باقا مشعله لاباراي وكتقول لي يا رضا وعلاش درتي ان على بي وما ديرش ان على ان، وعلاش درتي ان على بي وما ديرش بي على بي؟ ما فهمتش يا رضا، علاش ضربتي علينا؟ واخا نجاوب الناس. الزرقين هما الاولين خويا الزرق ولا اختي الزرقاء البلو اللي هنا يزوجنا بارون ان بارون دو. بارون ان عطانا ان وبارون دو عطاتنا بي. لمن عطاتهم؟ عطاتهم الاولاد، يعني الاف ان، يعني ان على بي. ها هي خويا ان على بي، ان على بي صافي. انت مالك؟ ها هي ان على بي، هزها نقولها. الناس لي انتيليجون الاخوان، شنو القاعده؟ شنو كتقول رضا؟ القاعده هاد في كاع السونتر اللي كنقري غادي تمشي غادي تلقاني ديما كاتبه في الحيط اف ا دائما هجين. اف ا هاد القاعده دائما هجين، ديما يعني اداه راحه. ديما اف ا هما الولاد دائما هجين، يعني الحرف للفوق ما يشبهش للتحتاني. هجين الحرف للفوق ما يشبهش للتحتاني. عندك جوج حروف اخويا، الحرف الكبير حطه الفوق والحرف الصغير حطيه للتحت، هذه هي هجين. مختلف الاقتران. واخا وانت مالك على تصدع الراس كامل اخويا الزين والاختي الزوينه؟ ها هي ان على بي هزا نقولها، ان على بي هزا نقولها. تخدم لاباراي تخطا صافي، ان على بي هزا حط صافي. يلا اجي شوف معايا الامشاج. الامشاج ما كتحققش فيهم ديك القاعده واحد على واحد، يعني ان على بي. غادي نجي غندير ان، غنحطهم بجوج ان بي ان بي. وقتل داك الشيطان اللي في راسك اللي كيقول لك رضا ان على بي راه غتربح لينا ان، حيت هذيك هي السائد. لا الاخوان، هاد اللعبه امتى كنديروها؟ حتى الاخصاب. اما حنا باقيين في النمط الوراثي، عندنا جوج حروف ما كيتشافوش، كنكتبوهم بجوج في الامشاج. ملي كنوصلوا للاخصاب، يعني مثلا يكون عندنا حرف كبير على حرف صغير، ديك الساعه باش كنحطوا الحرف كبير. اما حنا باقي ما وصلناش على الاخصاب، كنحطوهم بجوج صافي. قتل داك الشيطان. واخا احنا درنا ان بي ان على بي، بيني وبينكم دابا ولا عندنا اربعه ديال الامشاج، واحد جوج ثلاثه اربعه. واش عمرك شتي شي اربعه في الناموسيه الاخوان؟ يعني خاصهم البيت. البيت، البيت كنسميوها الاخوان شبكه تزاوج. راني ضاحك معكم الاخوان غير باش تفهم وصافي تتجمع الضحك. شبكه تزاوج، تبع معايا في شبكه تزاوج. شوف هاد ان بي شفتيها؟ ان على بي شفتيها ياك؟ غنحطها هنا ان بي. هاد ان بي عاوتاني غادي نحطها هنا ان بي، مزيان. وغادي نفرش البيت الاخوان، فرش. هذا هو التفراش الاخوان. عندنا ندير في الاسقاط دابا ان على ان وان على بي وان على بي
وبي على بي ابابي. ان على ان غتربح لينا ان، وان على بي دابا غتمشي تربح لينا ان، ان وان على بي غتربح لينا ان عاوتاني، وبي على بي غادا تربح لينا بي. غادي يقول لك عطيني النتائج، شحال خرجوا، شحال خرجوا لينا من ان. ان انا نكتبها هنا الاخوان، غادي نقولوا لهم ان و بي. شحال عندي من خانه؟ واحد جوج ثلاثه اربعه، غنحط اربعه في المقام، اربعه الخانات ياك. شحال عندي من ان اللي بالزرق؟ واحد جوج ثلاثه، يعني ثلاثة على اربعة. وشحال عندي من بي؟ عندي وحدة، واحد على اربعة. الا قال لك بالبورسنتاج غضرب في مية، ثلاثة على اربعة في مية 75%، واحد على اربعة في مية 25%، يعني خرجوا لنا 75% فئران سوداء و 25% فئران بيضاء. متفقين الاخوان ولا لا؟ هذا التفسير الصبغي للتزاوج الثاني. اجي نشوفوا التفسير الصبغي للتزاوج الثالث الاخوان. فوالا الاخوان، اجي شوف معايا التفسير الصبغي للتزاوج الثالث. انا كتبت هنا التفسير الصبغي للتزاوج الثالث. شوف غنطفي لاباراي وغادي غير ننقل. التزاوج الثالث كنسميوه تزاوج راجع. علاش راه اذا كنسميوه تزاوج راجع؟ حيت التزاوج الثالث كيتزوج لينا اف ان، يعني الاولاد، مع احد الاباء. اين اباء المتنحي؟ كيتزوجوا لي اف ا مع الاباء المتنحي الحرف الصغير، كنسميو تزاوج راجع الاخوان. هادشي ماشي عند الانسان الاخوان، هادشي عند الحيوانات وداكشي. يعني الانسان راه ما كاينش، واخ في المغرب ما كاينش. يعني الاخوان اف ا بلا ما تبقى ضحكت انت، جمع راسك. يعني اف ا واحد الاباء المتنحي، انت 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 وصافي يا صاحبي. فوالا احد الاباء المتنحي تم بين اف ا واحد الاباء المتنحي. بلاتي رضا تم لينا بين اف ا واحد الاباء المتنحي. شكون هو الاباء المتنحي لهنايا؟ هو بارون دو، هو الحرف الصغير، يعني هو بارون دو. شوف غادي ننقل دابا كلشي حدايا، غادي غير ننقل. ها انت اف ا نبدا باف ا هو الاول، غادي نقول اف ان كامل. هادشي كامل رضا كوبي كولي. نقول ان ان على بي ان بي بارون دو. شكون هو هذا؟ غادي نقول هادشي كامل رضا، يعني كوبي كولي بي بي على بي. عطاتنا بي مزيان. شنو غنديرو؟ عندنا اكثر من ثلاثة، ما تقدهمش ناموسية، يعني البيت شبكة التزاوج الاخوان، شبكة التزاوج. شوف هاد الجوج غنحطهم هنا ان بي، هاد بي غنحطه هنا، كنفرش ان على بي و بي على بي. ان على بي شكون اللي ربح؟ ربحت لينا ان. و بي على بي شكون اللي ربح؟ ربحت لينا بي. يعني 50% غادي يتزادوا فئران عزيه سوداء، 50% فئران بيضاء. فوالا الاخوان غادي نكونوا سالينا سياده تامه لحد الان. شوف هادشي غير شويه من بزاف، غادي نسطيك في التزاوجات لدرجه في لي سونتر اللي كنقرر فيهم كيقول لك ملك التزاوجات. يعني غتفهم التزاوجات غير بالضحك، ما تحتاج والو، غتكون بلوها الاخوان غتفهم. اللي مطلوب منك تبارطاجي لاشين ديال فوالا اثبات الاخوان، بارطاجي او ماكس، بارطاجي مع اصحابك ديال القسم، بارطاجي مع عائلتك، مع كلشي كلشي بغيناه يستاهل. وتبارك الله عليكم الاخوان، الا احتاجيتي شي حاجه ها هي الانستغرام ديالي. مرحبا بكم الاخوان.